السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علشان نرسم هاي الرسمة يا أحباب، راح نعمل قوس ونكتب رقم 6، كل ما اقتربنا باتجاه اليسار راح يكون الرقم أكبر شوية، وراح نبدأ كمان نميل هاي الخطوط زي ما أمامكم، نعمل خطوط عمودية بشكل مستقيم حتى نأخذ هذا الشكل اللي أمامكم، وراح نبدأ كمان نكمل بهاي الطريقة. فإذا أنتم حابين تتعلموا الرسم يا أحباب، كانكم تتابعوني على هاي القناة وتعملوا اشتراك علشان ندعم القناة ونستمر في تعليم الرسم. بالنسبة للورق اللي أمامكم يا أخوتي هو ورق طباعة، والقلم اللي أستخدمه هو قلم خط عربي سريع النشفان اسمه روكو، أو بإمكانك تستخدم أي قلم خط عربي متوفر عندك، لحتى بتقدر تستخدم أقلام سبورة. وإذا أنت كنت مبتدئ، حاول أنك ترسم أول بقلم الرصاص، تعمل هاي الرسم وتتقنها بشكل صحيح، وبعدين تبدأ تخططها بقلم الخط العربي أو القلم الأسود علشان تظهر الرسمة وتعطيها منظر جمالي أكثر. بتمنى من الجميع أحباب الحب نحب محتواني دعمنا على هاي القناة ويعمل اشتراك، كمان بإمكانكم تفعلوا يا أحباب زر التنبيه علشان وصلكم إشعارات المقاطع اللي حملها. فكان معكم أخوكم نديم لتعلم الرسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.